بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. كان الحكم قبل النسخ أنه يجب على الزوج عند دنو أجله واقتراب وفاته أن يوصي لزوجته بالنفقة لها والسكن في بيته حولا كاملا، وتجب عليها العدة حولا كاملا، وهي أي الزوجة مخيرة بين السكن في بيت زوجها المتوفى حولا كاملا ولها النفقة، وبين أن تخرج من بيت زوجها المتوفى ولا نفقة لها، ولم يكن لها ميراث من زوجها المتوفى، وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث كما نسخ بحديث ألا لا وصية لوارث، ووجوب العدة حولا بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهو المتأخر نزولا والمتقدم تلاوة. ثم يقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والنفقة تسمى متاعا أو لهن متعة، وهو ما يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ومن فضل الله عز وجل عليكم أنه سبحانه وتعالى قد بين لكم أيها المؤمنون هذه الأحكام الشرعية وغيرها لتكون نبراسا للأمة في شؤونها وأحكامها ومعاملاتها. ثم يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية الكريمة إنهم كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم الله عز وجل. فذلك قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم تر يا محمد، ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا استفهام تعجب لتشويق القارئ والسامع إلى استماع ما سيأتي بعده من قول وبيان. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقد فروا من ديارهم وهم كثيرون خشية الموت، وذهبوا إلى أرض زعموا أن لا موت فيها، فكان أمر الله تبارك وتعالى وقدره أن قال لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي ذلك برهان ساطع ودليل قاطع على وقوع المعاد يوم القيامة، وكل ذلك بفضل الله على عباده سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم،
أي ليكن قتالكم خالصا لله تعالى وفي سبيل الله وإعلاء كلمة الله سبحانه، فالله عز وجل يسمع كلامكم ويعلم نياتكم جل جلال الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. في هذه الآية الكريمة حض من الله تبارك وتعالى لعباده على الإنفاق في سبيل مرضاته قرضا حسنا خالصا لوجهه الكريم عن طيب نفس وسخاء يد، فيجازيه الله سبحانه وتعالى الجزاء الحسن ويضاعفه له أضعافا كثيرة، والأضعاف الكثيرة من الله عز وجل لا حد لها ولا عد. وقد شبه الله عز وجل الصدقة الخالصة لوجهه الكريم بالقرض يودع عند الله عز وجل ويتزايد أضعافا كثيرة في ميزان حسنات العبد المنفق في سبيل الله تعالى، طمعا في جنته وثوابه وخوفا من عذابه وعقابه.